سلام، صباح الخير. يعطيك العافية يا أحمد. هذا وش هو؟ هذا النيل تحت الحين. هذا هذا سمونه تنور ولا ايش هذا؟ هذا تسمونه ايش؟ سولو. مو هذا الفطار البلد، هذا الفطار البلد. هذا خبز ايش؟ خبز الحمارة. الحمارة وين؟ مساكم الله بالخير حبايبنا الغاليين، حياكم الله. المرحبا، صباح الخير. صباح الخير يا على وين؟ على الكم الاحمر ان شاء الله. يا سلام على الريف. كم هذا؟ هذا وش اسمه هذا الحين؟ هذا دجاجة ولا ديك؟ ديك. كم؟ 50. 50 جنيه. سمين سمين. كيلو. الكيلو. الكيلو 50. هو كم يطلع كيلو طيب؟ الواحد يطلع 2 2.5 2 إلى ربع. سمين؟ لا لحمته حمرة. مليان مليان. أخي شوف ظهره. طيب بيستوي بسرعة ولا يحتاج طب؟ على طول بلدي. يعني كم في القدر يعني ياخذ له؟ ها؟ مع الطبخ كم يعني يكفيه نص ساعة؟ ساعة إلا ربع. يعطيك العافية. سلام، صباح الخير. سلام. وصلنا الريف المصري، طبعا درجة الحرارة تقريبا 20 20، والجو فيه رطوبة. المسافة قريب تقريبا يمكن مشينا نص ساعة مع الدائري، وبعدين دخلنا عاد في الأرياف. لكن الأرياف حكاية، اللي يزور القاهرة ما يزور الأرياف ما استأنس. شفت بينهم احترام عجيب، وقف السيارة يبي يسأل واحد، ما فتح القزازة وكلمه، لا فتح الباب كله وكلمه. سألت لقيت القزازة خربانة، قال لا هذا من الاحترام، لازم تفتح الباب وتكلمه. كيف الحال يا أحمد؟ الحمد لله. وش بتسوي لنا الحين؟ نعمل شيء إن شاء الله. على بواقي الذرة؟ آه. يا سلام. يا سلام، ببساطة. طبعا اللي ما ذاق شيء مصري ما شرب شيء. شوفوا العزبة. كسات. مويه تحلية هذه، ها؟ اوه دي حلوة. يلا عم عدته. هذا فل كامل حمار، هذا كبير. هذا هذا حمار ولا بغلة؟ أربع سنين. ها؟ أربع سنين. لا بس كبير مرة، رفيع هذا كأنه حصان. أوه طويله. عنده أربع سنين. صور صبره وركب الفرس. عنده أربع سنين الحمار هذا. يا سلام. تسلم. سلام. وهذا الشاي الصعيدي على أصول. الله. يعطيك العافية يا أحمد. هذا وش هو؟ هذا وش اسمه أحمد؟ هذا وش اسمه؟ نعناع ولا حبق ولا؟ نعناع. احسب اني اصور صورة ثابتة. اصور فيديو انا. هذا وش اسمه؟ هذا وش اسمه؟ نعناع؟ اوه لا مش نعناع. نعناع
نعناع ايش؟ نعناع ايش؟ نعناع إيه بس حنا هذا نسميه حبق عندنا. يا لبيه السواقي والحوابيط والنخل. الله هذا شو تسموه عندكم هذا؟ لا اسمه الفحل الصغير هذا المجرى اسمه الفحل. الفحل الفحل اللي بيمشي فيه المغر المي. اسلع على الجو، لا تسلع على الجو، رايق مره 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 في الريف والله، متعه متعه. وبعدين الايام هذه الاجواء جميله. بعد شوي بيجيبون الفطور، وبعدها باذن الله بنطلع بنشوف الغداء. الفطور يمكن ما يمدينا نصوره، هم يجهزونه، لكن الغداء قلت لا تذبح الوزه الا وانا معك. هذه شو اسمها؟ الطرمبة. يا سلام. يلا قامد قامد. سجل غير. يلا قامد. هذه ما تسجل غير. تستخدمونها الغسيل كذا ولا تسقون فيها؟ لا بالنسبة المواشي. المواشي. وين القموسة؟ فيها لبن؟ أيوه. يلا نبغى نحلب. لا ما في، لها مواعيد. كم مواعيد؟ يعني لازم تسجل موعد عندها؟ عيادة هي؟ كل 12 ساعة. اها. كل 12 ساعة. يعني تحلب مثلا الساعة 9 الصبح بتوقيت هنا بتاع مصر هنا. ايوه. 9 والساعة 8 المغرب. المغرب. المغرب اهو. طيب ولو كان بين الفترتين هذه مرة ما يطلع لبن؟ لا لا لا. ما ينفعش، حتى تآمر ويا اتعودت على لازم ساعة مفقطة المواعيد. هذا الجاموس؟ ده الجاموس. بس هو يقول ممنوع الحلب. هو في فترات معينة بس عشان هو حبش بس ما يجيش. هو زعلان هو؟ انا جيت كده هيخاف مني. هو يخش مش هيخاف مني. طيب خش خش. بص شوف هو مش هيتكلم. ياخد واخد على صاحبه. واخد على صاحبه. طيب الاثنين كلها جاموس صح؟ اه. سبحان الابقار غير الجاموس. وش الفرق؟ دي بتحلب، دي بتبقى عزب للذبيح، وفي للحليب. اوه طيب كم متر تقريبا؟ كم يطلع منها كميه؟ يعني كميه تكون خمسه في الوجبه. اربعه او خمسه لتر. لتر. طيب صحيح ان هذا حطيتها في الثلاجه الصباح على طول تلقى فوق قشطه؟ ايوه بس يتغلي. يعني لازم اغليه؟ لازم يتغلي. وبعدين احطه في الثلاجه. أيوة. والصباح اشيل فوق قشطه. ايوه. طيب وبعدين كيف اسوي حامض؟ سوي حامض في ماده بنحطها بيطلع حامض. بيطلع حامض. والجبنه؟ والجبنه نفس الطريقه. اكثر حليب الجاموس ولا البقر؟ لا البقر. بقر اكثر. البقر. والجاموس ادسم. ادسم بس انواع بقى. البقر بيبقى انواع كذا نوع، مش نوع واحد. الموجود هنا عندكم؟ اللي في مصر هنا يعتبر بلدي، والحكومه بدات تجيب اللي هو البراون والمستورد. مستورد من ايه؟ من فرنسا ومن دول ثانيه. طيب المستورد اكثر؟ لا البلد اكثر عندنا. البلد في مصر البلد اكثر. حليبه اكثر؟ لا مش اكثر، اقل. بس انه اكثر عدد. بس هو اكثر عدد وسريع النمو عن الثاني. سبحان الله. والله يا الجاموس كل ما يعني كل حاجه ولا موطن. الموطن هنا بتاع مصر البلدي. طيب هل الحين هذا تقول طلع 4 لتر. طيب البقر البلدي كم لتر؟ ممكن 3. ممكن 3 وبحسب الاكل برضك، يعني حسب المرعيه مثلا في العليق. زود البرسيم. البرسيم والعليق. يا سلام. العليق. بقرة صفراء. فاقع لونوها. لونوها. تسر النظرين. ابو حسام عايز بصل؟ ايوه بلدي. ها بلدي. ناكل مع الفطار. مع الفطار. بصل طيب. طيب. يا سلام. بصل طيب. صباح النور. صباح العشت يا عم. ايه رايك في الفطار بتاع؟ عطر عطر. قرب قرب. حط على الطاوله. حط على الطاوله. يا سلام. هذا الفطار البلد. هذا الفطار البلد. هذا خبز ايش؟ خبز ايش؟ يا سلام. هذا فول. هذا فول. ايوه. وادي فلافل. فلافل. وادي جبنه بلدي. يا سلام. والبيض والسلطه. والحين بناخذ لنا قيلوله نقرب هالمخده هنا. احلى نور. نور يا نور. نور الظاهر ما اعرف الا صوت ابوه. نور تنام معي؟ تعال تعال حبني. هو شغلته هالحمارة كل شوي يروح يعطيها ويجي. الله يستر. الله يخطف عيني بدا العود. نور تعال حبني تنام. وين الحمارة؟ نور الحمارة وين؟ قلبوس.
دربوس دربوس. الله يسلمك الله يسلمك يعطيك العافية. يا سلام على البساطة. يكفيكم المروحة بس. سألت سؤال حكم اني احب التصاميم. قلت ليش السقف رفيع؟ اهلين اهلين. يمه مبروك. ايوه والله وين عمر رجل؟ الله يكرمك. ابو ادهم. الله يكرمك. يا ابو ادهم ونعم والله كريم ابن بارك برضه الشارع كريم ابن بارك نعم ونعم والله. اوه تمام استحيت منها قطعه التصوير جيت تسلم علي امه الله يطول بعمرها. عموما انا سالته قلت ليش السقف رفيع؟ شوف الثلاجه مقارنه شوف الثلاجه شوف السقف. قال لي على اساس ما يكون البيت مكتوم وفي رطوبه والبارد. الله يسلمك. أقل حاجة نعملها مع الناس المحترمة. الله يعطيك العافية. هناك شيء هناك؟ هناك إيش؟ دي الفرنة على الخبيز. صلح الخبيز هناك. آه خبيز. ما شاء الله تبارك. عنده بداخل. بسم الله. هذا شو يسمونه؟ الحمام الطيب. الحمام الطيب. بس هذه صغار بس هذه كبيرة اللي ما تصلح. ما كله كله يذبح. كله لا نبغى الصغيرات هذه شوي بس 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 توه. يلا بسم الله. وفلفل طبعا هذا اللي داخل تنظف يطلع منه اي تنظف ده اللي بتنظف من جوه المحاشي اللي حطته الان هنا وبعدين تحشيه ايوه ادغسل والشبت البطوطس هات الشبت البطوطس يا ام مالك والفلفل كله من مزرعه كله من مزرعه يعطيك العافيه يا ام مالك. اذا تجي لمصر هنا ما تاكل بط ولا وز يا سلام. هذه بطه ذكر بط ابو ادهم. ايه يا باشا هذا ايش؟ شغل وز يا باشا. يا سلام والله اكبر من ذاك ولا بحوله ما شاء الله تبارك. هنظبط عليه؟ هنظبط الدنيا والدنيا تبقى تمام الغدا المحاش والدنيا تبقى تمام ان شاء الله والدنيا تبقى زي الفل. يعطيك العافيه ابو ادهم. اتفضل يا ابو حسامين في العيش بتاع الفلاحين والناس الناس البساط والناس اللي هي الغريبه. السلام عليكم. السلام عليكم. وهذا الخبز البلدي بتاع المصري بتاع الفلاحين. هذا هذا تسمونه تنور ولا ايش هذا؟ هذا تسمونه ايش؟ تنور ولا البلاطه؟ ما هي لازم تنور البلاطه عشان تعملها اوه يس عشان تحمر العيش. طيب ادوق منه؟ كل يابا كل بألف هنا وشيف. خد يابا كل بألف هنا وشيف. طيب ده العجين. هذه وش هذه؟ تشرب الخبز؟ دي المطرحه للمطرحه للبعض. شو من المطرحه؟ ايوه السلام. يا حليلهم يا حليلهم. شو اسمك؟ شو اسمك؟ مودة. شو اسمك؟ ومالك. شو اسمك؟ يا سلام. والحلوين التانيين اللي هنا اخذنا الخبزة دي بنذوقها لين نجهز الغداء. شو الموقع اللي يشتغلون فيه بساطة. وهذا بيت ابو ادهم. كيف الحال يا شباب؟ والله شوف خبزة من هذه مع كوباية حليب قموسة. الله يا ما شاء الله تبارك الله. هذا غدا هذا المحاشي والمرق وهذا لحم الوز والبط. ما شاء الله تبارك الله. هذا الحمام المحشي. السلام. شو رابطين بالله بأخوي طمنين. طلعنا من عندهم وطبعا ما قصرنا معهم. هم يستاهلون عز الله انهم ما قصروا. شغل مرتب نظيف. وش اقول لكم بس حتى اخذنا عندهم غطه بعد قيلوله لجهاز الغداء. لكن هم ما عندهم غداء ترى غشا يعني قبل العصر ومع العصر صح ولا لا؟ الفتره هذه. اقول لكم اللي يكرمك هنا لا تقصر معه لان اصلا يكرمك من قل. يستاهلون صراحة. ويتكون حاجة بسيطة. شوف تفرجوا. بدت الشوارع تتحرك. لين الساعة كم؟ وقت الساعة 4:30. طيب ويبدأ النشاط والعالم زي كذا يعني الصباح ما كان في أحد. كانت الشوارع رايقة. يعني بالليل لين الساعة كم؟ لحد الساعة 10 بالليل. 10 خلاص. طيب وإذا كان إجازة وكنت؟ لا إجازة بتقعد من الساعة 1 أو الساعة 2 بالليل. يعني بقعد مع بعضي.
الشباب تبغى قاعده ونسهرنا مع بعضين. معلوميه في القاهره بعد العصر اذا تبغى مشوار مشوارك الصباح اذا كان 10 دقائق المساء كم يكون؟ ساعه وتبغى الدنيا رايقه كمان. هم رايقين على طولهم. هذا المرور يقول ودي اشوف الريف واتمشى في الريف وكذا، ترى ما هو بعيد من القاهرة، يعني يمكن مشينا تقريبا 25 دقيقة الصباح او اقل، فقريب. اللي يجي القاهرة لا يفوت الريف، لا بد ان يطلع الريف يتمشى ويشوف الحياة ويشوف البساطة، يشوف الناس الطيبة والكرم. طبيعي تشوف حرادة وانت تشوف توك توك، تشوف دباب، تشوف حصان، كلها تمشي ورا بعض. هذه الترعة، لما بيقول لك الترعة هذه الترعة.